تمام ست ازهار يعني تحرم المرأة من الميراث وفق شنو؟ وفق اي مذهب؟ وفق المذهب الجعفري. بأي طريقة؟ شلون منين جاي المعلومة؟ منين جبتي هاي المعلومة؟ هذا افتراس ازهار. هسه انت حضرتك قلت عليها، قلت بالعرصة لا تورث، بالنقود تورث. لا 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 مو بالعرصة، العرصة لا تورث، العرصة من حيث الأرض، ولكن تعطى حقها نصيبها القيمي. ايش قد قيمتها؟ ايش قد كلفتها؟ مثلا العرصة مليون دولار وهي نصيبها 100,000 دولار، يطونها 100,000، مو ما يطونها يا عزيزتي.